كل سنة حضراتكم طيبين. 6 أكتوبر وهنفضل إن شاء الله يعني إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى وتنتهي هذه الحياة الدنيا، نتذكر دائما السادس من أكتوبر بأنه انتصارات عظيمة للمصريين. والحقيقة أن احنا كل سنة أنا دايما عندي كده حاجة بقولها، أنه 6 أكتوبر ويمكن كمان ثورة يناير، في حاجات كتيرة قوي كل فترة بنفضل نكتشفها، في أسرار وكواليس وحاجات بنفضل طول الوقت نتكلم عنها. 6 أكتوبر في حد ذاتها هي ملحمة مصرية وطنية حقيقية ما بين القوات المسلحة المصرية وما بين الشعب المصري، الشعب المصري اللي رفض الاستعمار ورفض الاحتلال ورفض الانهزام. والحقيقة إنه هذه القصص مهمة جدا، مش عايزة أقول عشان ما ننساش، لأنه جيلنا والجيل اللي قبلنا طبعا واللي قبلنا أكيد يعني فاكرين وعارفين كويس قوي قيمة هذا الحدث العظيم وهذا النصر العظيم وهذه الذكرى العطرة العظيمة. لكن الحقيقة دائما وأبدا الخوف على الأجيال الجديدة، إنه يبقى دايما بالنسبة لهم على سبيل المثال عيد تحرير سينا ده أجازة، يوم أجازة 6 أكتوبر يوم أجازة، طب ها الأجازة جاية السبت يبقى هناخد الحد ولا لأ؟ فمجلس الوزراء يقول إنه يوم الحد أجازة. لا، احنا طول الوقت عايزين انه الاجيال الجديده دي زي ما مهتمين ان احنا نعلمهم تكنولوجي ونعلمهم لغات ونعلمهم علوم مختلفه، كمان لازم الجذور وحقيقه الابطال اللي دفعوا عن هذا الوطن العظيم تكون راسخه في اذهانهم ونفهمهم ونشرح لهم. لو احنا ما عندناش هذه الملكه ومش قادرين نتكلم مع الاطفال ومع سن المراهقه ده ونشرح له قد ايه 6 اكتوبر دي هي ملحمه وطنيه حقيقيه وقيمة هذا النصر العظيم، وأنه لغاية النهاردة حتى ربما العدو بيحاول يصور أنه ما كانش انتصار للمصريين ولا حاجة وأنه كان انتصار ليهم هم، لو إحنا ما عندناش هذه الملكة في الشرح وتوصيل الرسالة ربما يعني دايما نقول ربنا يخلينا الكثير من الأبطال الذين شاركوا في هذه الحرب وهذه المعركة، والحمد لله ما زالوا على قيد الحياة نقدر نستفيد منهم ونقدر نسمع قصص وحكايات جميلة جدا تعبر عن قيمة هذا الحدث العظيم. النهاردة طبعا الرئيس قام بزيارة قبر الجندي المجهول في مدينة نصر، وده طبعا طقس أو يعني بروتوكول كل عام رئيس الجمهورية بيتوجه إلى هناك في مثل هذه الأيام احتفالا بنصر السادس من أكتوبر. وضع طبعا كلين من الزهور وأرى الفتحة ترحما على شهداء مصر الأبرار اللي ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن. والحقيقة أنه أتمنى أن احنا كلنا كمان نعمل كده، مش بس فكرة أنك تروح الـ هناك، لكن فكرة كمان أنك تستشعر هذه القيمة، وممكن نعلم أطفالنا أنه قراءة الفاتحة والدعاء وربما حتى إضاءة أو إنارة الشموع في الكنائس لأرواح هؤلاء الأبطال الأبرار أنه دي حاجة كمان مهمة جدا، لأنه إحنا عارفين تضحيات قواتنا المسلحة في المعركة الدائرة منذ سنوات بيننا وبين الإرهاب على سبيل المثال، مستشعرين ده وبنشوفه حاسين وبنتابعه في التلفزيون، لكن ما قبل ذلك في الأعوام القادمة من 30 و40 سنة ده اللي أعتقد أنه مهم جدا أن احنا نكلم عليه أجيالنا وأطفالنا. رحم الله يا رب كل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم في سبيل هذا الوطن، تحية إعزاز وإكرام وتقدير لهؤلاء الأبطال. الحقيقة أنه كمان طبعا زي ما بقول لحضراتكم مجلس الوزراء لأنه يوم 6 أكتوبر جاي النهاردة جاي السنة دي يوم سبت، فالناس كلها قالت لك والكوميكس طبعا اللي انتشرت على السوشيال ميديا بقى قد كده انه يا خبر ابيض 6 اكتوبر جاي يوم السبت، طب هنعمل ايه؟ فين الاجازه بتاعتنا؟ مجلس الوزراء حسم هذا الجدل وقال انه يوم الاحد ان شاء الله هيكون هو الاجازه الرسمي. بخصوص بقى الجامعات، لانه احنا الحقيقه كلنا يعني اندمجنا في هذا الموضوع، الحقيقه انه مجلس الوزراء قرر انه الجامعات كل جامعه هي حره ومتروك لها الامر انها تقرر مع هيئه التدريس وشؤون الطلبه والطلبه اذا ما كان السبت هياخدوا محاضرات ولا لا. يعني في جامعات كتيره يوم السبت ده بعد بكره شغالين عادي جدا وهياخدوا لحد اجازه، فالامر اذا متروك بقرار مجلس الوزراء، متروك تماما الى الجامعات ان تقرر. الحقيقه انه كمان الرئيس النهارده اجتمع ب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وده كان اجتماع ربما ما صدرش عنه تفاصيل كثيرة، ولكن عرفنا أنه كان هناك اجتماع صباح اليوم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
البنك المركزي المصري كمان قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل زي ما قلنا، ده هيكون موافق 7 أكتوبر. عشان كده النهاردة الناس كلها لاحظت أنه أغلب البنوك كانت زحمة جداً، لأنه لما بيبقى عادة في أجازة أكتر من يومين، يعني مش الويك أند العادي جمعة وسبت، لما بيكون معاهم يوم كمان زيادة اليوم بقى اللي قبل الأجازة دي، بتكون البنوك الحقيقة مزدحمة للغاية. نتمنى يا رب إن شاء الله أجازة هادية وسعيدة، نتمنى أن احنا طول الوقت نفضل فاكرين أنه هذه الانتصارات العظيمة وهذه الاحتفالات العظيمة مش بس حلاوتها أن احنا عندنا يوم أجازة يوم دي أوف، لا، نفضل فاكرين قيمة هذه الاحتفالات وقيمة هذه الانتصارات. تعالوا نشوف كمان جزء من الفيديو اللي الرئيس فيه صباح اليوم وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول. زي ما بقول لحضراتكم، ده طقس وبروتوكول كل عام رئيس جمهورية مصر العربية بيقوم به، لأنه دائما وأبدا استشعار وتذكر يعني هذه المناسبات العظيمة هو أمر مهم جدا. أتمنى أنه إحنا كمان طول الوقت نفضل فاكرينه ونعلمه لأطفالنا. تعالوا نشوف مع بعض. مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تحية لشهداء الوطن الأبرار. ثم قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة. ثم توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمقر وزارة الدفاع بكبر القبة، لمناقشة آخر المستجدات والتحديات على الساحتين الداخلية والخارجية وتطورات الأوضاع بالمنطقة. ووجه الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد في حماية أمن واستقرار الوطن وصون مقدراته ورعاية مصالحه.